أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه محاضرتنا 17 من الأدب العربي المعاصر، واليوم نتناول رواية 80 عاما بحثا عن مخرج للشهيد صلاح حسن. الشهيد صلاح حسن أبو عمرو رحمه الله أديب مصري معاصر، له رؤية فكرية ناضجة استمدها من روح الإسلام وميدان التجربة العملية. هو من إخوان مصر وقد درس التربية الرياضية. يقول الشيخ محمد مهدي عاكف: قررت أن أغير مساري من الهندسة إلى معهد التربية الرياضية أنا وزميلي الشهيد صلاح حسن. وبالتالي هذه كانت دراسته، ومن الواضح أنه اتجه إليها حرصا منه على أمور سنتبينها فيما بعد في حياة هذا الشهيد. الحقيقة طبعا صديقه الركابي في مقدمة للرواية بين المقومات التي مكنت الشهيد صلاح حسن من إدراك مدى التخريب الذي أحدثه الاحتلال التربوي والثقافي والفكري في أجيالنا، وأورثته رؤية تميزت بالعمق والجلاء والبعد. فهو رجل صاحب عقيدة حية جادة تريد أن تقيم حياة الناس على هدى الإسلام. إذن الرجل يمتلك رؤية فكرية، رؤية إيمانية، بالإضافة إلى رؤية تحرير للإنسان على صعيد العلم والثقافة والفكر، وعلى صعيد أيضا المقاومة، كما نعرف أن الرجل خاض معركة كبيرة في اللي هو على حدود فلسطين من أجل تحرير فلسطين. يقول الطحان في كتابه عن الرجل: الشهيد صلاح حسن كان قائدا لمعسكر جيش موجود تحت مظلة فتح، حركة فتح في الأردن، وهذا المعسكر هو كان للإخوان المسلمين، من عاد إلى الإخوان روح الانطلاق والعمل الجهادي بعد أن توقف لفترة نتيجة ظروف المعاناة التي عانتها الحركة في مصر. طبعا يقول الشيخ عبد الله عزام: من الموافقات العجيبة أو الجميلة أن الرجل كان يحب الشهيد سيد قطب حبا كبيرا، لدرجة أنه سمى العملية التي قام بها بعملية الشهيد سيد قطب، وانطلقوا في 27 أغسطس، لكن أشاء الله عز وجل أنه في 29 أغسطس الليلة في الذكرى التي أعدم فيها الشهيد سيد قطب استشهد أيضا الشهيد صلاح حسن وزميلاه اللذان شاركاه في العملية. الشيخ أحمد نوفل يقول أنه كانت العملية التي خاضها الشهيد صلاح حسن وزميلاه عملية هجوم وليست عملية دفاع، وكانت تعتمد على تطوير راجمة صواريخ تعمل على الكهرباء وتقوم برجم دفعة واحدة من الصواريخ بدلا من رمي الصواريخ صاروخا صاروخا على مستعمرة كفار روبين، وكانت العملية تستهدف الحراسات الموجودة هناك في تقريبا 6 دبابات موجودة، بالإضافة إلى قصف المستعمرة نفسها. العملية يعني أزعجت العدو بشكل كبير وحققت يعني رعبا كبيرا له، واستمرت يوما كاملا استشهد فيها أبو عمرو الشهيد صلاح حسن وزميلاه محمد البرقاوي وسعيد زهرو، وشيعت جثامينهم بشكل مهيب في عمان، وحيث شيع جثمانه الأخير في الكويت هناك. رواية 80 عاما بحثا عن مخرج هي رواية كبيرة تزيد عدد صفحاتها عن 400 صفحة، وهي رواية تنتمي إلى أدب الأطفال وتقترب تحديدا من سن الفتيان، يعني نستطيع القول أنها من أدب الفتيان. تتميز بخيال جامح، بغرائبية الكثير من الشخصيات والأحداث الموجود فيها، تحمل هم تربوي واضح، فيها روح مغامرة وثابة وإثارة. واضح أن في الخلفية في خلفية هذه الرواية تسكن قضية فلسطين التي سكنت في قلب الشهيد والذي استشهد وهو يقاوم من أجل تحريرها. لكن طبعا الرواية لا تتكلم عن الواقع، لا تتكلم عن أحداث موجودة على أرض الواقع ولا عن مناطق باسمها، وإنما تتكلم عن مناطق خيالية، عن شخصيات خيالية تجمع في ثناياها، وهي الرواية الموجهة إلى الفتيان
أو ما يمكن أن يسمى بأدب الأطفال، تجمع في ثناياها شخصيات تتكلم من الحيوانات، بالإضافة إلى شخصيات أسطورية تتكون من يعني حيوانات متعددة أو حيوانات لا وجود لها على أرض الواقع، فيها نوع من الخيال. الشخصيات الرئيسة فيها ثلاث شخصيات، هي شخصية أمين وعامر وهشام، وهم عبارة عن أطفال في القرية. أمين يسمع من جدته حكاية رجل عجوز دخل بيتا مهجورا أعلى الجبل قرب القرية، وعاد يروي لهم بعد 80 عاما حكايات ومغامرات عجيبة. يحدث صديقيه هشام وعامر بهذا الموضوع، ويطلب منهم أن يجربوا هذا الأمر ويذهبوا إلى هذا البيت المهجور ليتعرفوا عليه. وبالفعل ينطلق الفتية الثلاثة لتمر بهم أهوال وتمر بهم سنوات وهم داخل هذا العالم الذي ولجوا إليه من خلال اللي هو البيت المهجور. طبعا كما قلت الشخصيات تجري فيها الحكايات على لسان الحيوان وعلى لسان شخصيات أخرى، تدور في عالم غريب في بيئة لا وجود لها على أرض الواقع، وتعتمد على التشويق الكبير. وبعض النقاد علق يعني إنها قد تشبه قصة أليس في بلاد العجائب التي تدخل فيها أليس في عالم الأحلام إلى عالم غريب من حيوانات تتكلم أو غيره. طبعا سنعقد مقارنة بين هذه القصة وتلك، لكن في الحقيقة الكاتب هنا لجأ إلى أكثر من مسار من المسارات. إذا كانت أليس صارت في مسار واحد، فنجد أن أمين يسير في مسار، وعامر في مسار، وهشام في مسار، مفعمة هذه المسارات بالمغامرات بالأحداث العجيبة. طبعا الرواية هي عبارة عن 400 صفحة، ليس من السهل علينا أن نحللها فنيا دون أن نطلع عليها، وإذا لم يكن هناك مجال للإطلاع عليها فعلى الأقل نضمن من خلال تلخيصنا لهذه الرواية ووضع بين أيديكم اطلاعكم عليها بشكل جيد، حتى نضمن فهم الجوانب الفنية والتحليل الذي سنتكلم عن هذه الرواية. لذلك لدينا تلخيص لهذه الرواية. هذه الرواية لابد من تلخيصها، وسنأخذ وقتنا من أجل الاطلاع على التلخيص حتى نتعرف على الرواية بشكل جيد. سنقرأ يعني أجزاء من هذا التلخيص ونعلق عليه. أريد أكثر من طالب يقوم بقراءة يعني مقطع، وكل مقطع طبعا سيعبر عن فصل من فصول الرواية. أبدأ أنا بالفصل الأول، يقال تبدأ الرواية بحكاية الأمين لصديقيه عامر وهشام عن رجل عجوز خرج من البيت على الجبل القريب من القرية بعد أن مكث فيه 80 عاما، حيث روى عن أحداث غريبة صادفها، ويقرر ثلاثتهم زيارة ذلك البيت ويلتقون هناك، ويتسبب رميهم بالحجارة على حجر بارز في مقدمة البيت في فتح بابه، ثم تستدرجهم يد سحرية للداخل ليفاجأوا بمحكمة غريبة تعقد لهم، يحكم فيها خنزير قبيح عليهم بالموت حرقا بسبب تطفلهم على مملكة تلك الكائنات الغريبة. لكن أمين بذكائه يصنع خلافا بين الخنزير والأفعى يهلك فيه الاثنان، ويتسلم الحكم فأر يحكم عليهم بالسجن للأبد. لكن أمين بذكائه يتلاعب بالثعلب الكبير معاون الفأر ليخلي سبيلهم، ويفرض عليهم الثعلب الخروج من المملكة متفرقين كل واحد من نفق، فيبضخون لذلك الحكم مضطرين على أمل اللقاء فيما بعد. إذن هذا ملخص الفصل الأول تقريبا من الرواية. واضح أنه دوافع الفتية الثلاثة للمغامرة هي التي قادتهم إلى البيت المهجور، دخولهم في المملكة الغريبة المكونة من حيوانات غريبة، الحكم عليهم بثلاث أحكام، يعني الحكم الأول كان موتهم بالحرق، والحكم الثاني بعد الحيل التي أجراها أمين من أجل أن يحتال على هؤلاء وصل إلى السجن المؤبد لهم هم الثلاثة، ثم بعد ذلك بالحيلة مع الثعلب معاون الفأر الحاكم الجديد استطاع أمين أن يصل إلى حكم مخفف، وهو أن يخرج الثلاثة متفرقين كل واحد في نفق يؤدي إلى عالم مختلف عن العالم الذي فيه زميله، وهذا كان أخف الأضرار بالنسبة إليهم. إذا جئنا إلى المسار الأول، مسار أمين، لنرى ما الذي حدث مع أمين. تفضل في قراءة هذا الفصل. نعم. يدخل أمين النفق الأول ليرى بعد إغلاق بابه نقاطا مضيئة تقترب منه بسرعة، تبين أنها حصن مضيئة عليها فرسان الغلاظ يربطون رجلي أمين بحصانين وينطلقون به إلى ساحة واسعة، ويعطون إشارة للحصانين ينطلق كل منهما
إلى اتجاه في سعي لتمزيق أمين واستحتفالية القوم، لكن الحصانين يرفضان ويحاول فرسان عدة القيام بتلك المهمة دون فائدة، ويرسل ملك الدوشيم عجوزا لها احترامها لمعرفة السبب، فتعود إليه لتقول له: إن الخيول المنيرة لا تقتل صبيا في قلبه نور. فيحضر أمين مكرما وتنصح العجوز ملكها بزواج أمين من الأميرة الصغيرة تاتي. ويوافق الملك ويأمر بإعداد أمين لذلك بتدريبه على الفروسية لمدة 4 سنوات، ويتكفل الوزير بذلك، لكن يشترط على أمين أن يقتحم 10 أسود، ليقتلع قلب أسد يهديه إلى الملك ويغمى على أمين قبل أن يسقط بين الأسود، ويعود الوزير متباكيا مدعيا أن أمين هو من طلب مواجهة الأسود. إذا المسار الأول واضح أنه مسار يطرح لنا مغامرة كبيرة، أمين يدخل في النفق ليصل إلى مملكة الدوشيم، واضح أنه لأنه دخل إلى هذه المملكة دون إذن يؤمر بربط يديه وقدميه من أجل تمزيقه إلى أشلاء. طبعا لا تقوم الحصن المنيرة، حصن مضيئة هي الموجودة التي يطلب منها، يحاول فرسان متعددين القيام بذلك. العجوز تفسر للملك فتقول له إن هذا الطفل يمتلك في قلبه نور، وبالتالي الحصن المنيرة أو الخيول المنيرة لا تقتل صبيا في قلبه نور، وتنصحه بأن يزوج الأميرة تاتي إلى هذا الرجل المؤمن أو إلى هذا الفتى المؤمن اللي هو أمين. طبعا يسعى الملك إلى هذا الأمر ويطلب من الوزير القيام بتدريب أمين 4 سنوات. الوزير واضح أن لديه طموحات، وواضح أنه يغار من أمين، وبالتالي يقول له يعني من الأفضل أن تدخل في عرين هذه الأسود 10 حتى تصطاد قلبا أسدا وتقطع قلبه وتهديه إلى الملك، دليل على قوتك وعلى بسالتك. طبعا أمين يندفع ويده الخنجر، طفل لسه فتى لما يكبر ستمر الأيام والسنوات بهم وهم على مدار 80 عاما في هذه المغامرة الصعبة، يقع أو يغمى على أمين فيقع بين وسط الأسود، ويرجع الوزير إلى الملك متباكيا ليقول له أنه هو أمين أصر على أنه، مع أنه هو الذي دفع أمين إلى ذلك الأمر. نريد أن نقرأ الفصل أو ملخص الفصل الثالث الذي ينفرد فيه هشام بالحديث، تفضل. أما هشام فيدخل من النفق الثاني لينزلق في هوة كبيرة دون أن يجد ما يخفف من سرعات سقوطه المتزايدة، حتى يصطدم بسطح الماء وهو لا يعرف السباحة، ويتزايد سقوطه إلى عمق الماء حتى يرى النباتات الضخمة، ويصل إلى القاع حيث يصطدم بالصخر، وهناك يسمع صوت تسرب الماء إلى باطن الأرض لينكشف الأمر عن غابة جميلة واسعة. يفرغ هشام ما ابتلعه من ماء، ويسير حتى يجد نهرا عريضا، فيصنع عوامة من الأخشاب المضيئة وينطلق بها ليكتشف على جانب النهر كومة بيض، يأكل منها 4 بيضات ويحمل الباقي في عوامته النورانية، لكن التماسيح تطارده والتيار يشتد به نحو شلال كبير، وتمسك التماسيح بالقارب وتسترد البيضة، وينفث عليه أحدهم سائلا من فمه يحوله إلى تمساح، ثم يحكمون عليه أن يظل خادما للنهر على هيئة تمساح 4 سنوات، ينظف قاع النهر من الحصى ويملأ فجواته بالرمل مقابل البيضات 4 التي أكلها، ويعاني هشام ولا يخفف عنه بلاؤه إلا أصدقاؤه الضفادع، لكنه يمتلك خبرة واسعة في معرفة تفاصيل النهر وروافده وتياراته ونباتاته، ويخبره الضفدع الصغير بخبر غريب، يسير معه حتى يصل من خلاله إلى نهر أوسع، ويفاجأ برؤية مشهد غريب هناك. إذن الغرائبية تسكن تفاصيل الأحداث، فهشام يسقط في يعني بركة ماء كبيرة جدا لا يدري كيف تبتلعها الأرض تدريجيا،
يجد نفسه في مكان غريب، يصنع عوامة من الأخشاب المضيئة، ولاحظوا كلمة المضيئة، الحصن أو الخيول النورانية المضيئة، والخشب التي يقودها أيضا يصنع منها القارب مضيئة، وكأن النور أو الإيمان له دلالات أو حضور في الرجل أو الفتى. يعني يأكل بيضا، يجده يأخذ البيض من أجل أن يأكله، يعتقد أنه بيض وبيض للتماسيح، تعاقبه التماسيح، تطارده، تنفث عليه سائلا أخضر، يتحول إلى تمساح، يحكم عليه بأن يبقى على هذه الأية مسخا على هيئة تمساح 4 سنوات. طبعا يأسى في البداية، لكن شيئا فشيئا نتأقلم مع الواقع، ويكتشف عالم البحار الغريب، ويتعرف على أشياء كثيرة، ويصادق حيوانات متعددة، ومن ضمنها الضفادع، من ضمنها ضفدع صغير زميله أو صديقه، يأتيه بخبر غريب، وينتهي الفصل عند هذا الحد مشوقا لنا لنعرف ما هذا الخبر في فصل قادم مع هشام. الآن نذهب إلى الفصل الرابع، وننتقل هنا إلى الصديق الثالث، وهو عامر، لنرى ما عامر. فإنه يطرق على باب النفق مناديا على الثعلب الكبير دون فائدة، ويرى بصيص نور من بعيد فيتجه إليه، لكنه يسير بصعوبة بسبب الطريق الموحلة، ويساعده عبث الكابوريا الضخمة التي تجره من ثيابه للاقتراب من الأرض اليابسة، ثم تتركه فجأة، ويقابل رجلا عجوزا وامرأته، حكم عليهما القرد الملك بملازمة بيتهما، يحسن العجوزان إليه، وينصحانه بالمغادرة قبل أن يراه القرد، فيحكم عليه كما حكم عليهما. يهرب عامر ويصادفه القرد، لكن نسرا يخطفه ويحمله إلى عشه في أعلى الجبل، وقبل أن يشرع في نهشه يتخلص عامر منه فيفقع عينه، وينزل إلى السفح ليستقر عند نهر هناك، ويفاجأ بعد أيام بتمساح يقبل عليه مسرعا فيفر منه إلى الأعلى. كان التمساح هو صديقه هشام الذي حزن لأن عامر لم يعرف، بل إنه راح يرميه بالحجارة. ثم يتودد هشام التمساح لصديقه بجمع وجبة سمك يومية يضعها له تحت الشجرة دون علمه، حتى يدرك عامر من خلال مراقبته لتصرف التمساح أن التمساح صديق لا عدو، ويتعلم من التمساح الكثير من خلال رحلاته اليومية على ظهره، وتستمر تلك الصداقة بينهما شهورا عديدة. نعم، إذن عامر أيضا لديه مغامرات غريبة، عبث الكابوريا الضخمة تجره من ثيابه الاقتراب من الأرض اليابسة، بقابل رجل عجوز وامرأة حكم عليهم القرد الملك بملازمة بيتهما، واضح أنها يتخلص من هذا الأمر، من 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 قيد القرد الذي قد يحكم عليه كما حكم على الرجل العجوز، من خلال نسر يخطفه ويضعه في عشه يريد أن ينهشه. طبعا عامر يفقع عينه ويتخلص بالتالي من النسر، يجد نفسه أمام تمساح يلاحقه في المرة القادمة، وهو لا يعلم أن هذا التمساح هو صديقه هشام الذي مسخ إلى أو على هذه الهيئة. طبعا شيئا فشيئا يكتشف أن هذا التمساح يتقرب إليه ويتودد حتى دون أن يشعر، لأنه يقدم له وجبة سمك يومية، يصبح صديقا له، يركب على ظهره ويتعرف على عالم النهر بشكل كبير، وتستمر صداقتهم شهور عديدة، لكن دون أن يعرف الاثنان أن كل واحد منهم هو صديق الآخر. نذهب إلى الأمين، نعود إليه وقد سقط في حلبة الأسود. هشام يعرف لكنه لا يستطيع، هو تمساح عرفه لأنه يراه، لكن هذاك لم يعرفه. لماذا؟ لأنه على هيئة التمساح. نعم، هشام عرفه لكن لا يستطيع أن يخبره لأنه لا يستطيع الكلام. نعم، نقرأ، اتفضل. أما أمين فقد سقط إلى حلبة الأسود، لكن جلبابه علق بنتوء خشبي منع سقوطه المباشر، وأدى إلى اندفاع الخنجر من يده إلى حلق الأسد الضخم الذي أطبق عليه، فتقطعت أوداده ونزف الدم منه وسط زئير مخيف أرعب الأسود الأخرى وجعلها تهرب، واستغل أمين موت الأسد ليحصل على قلبه ويعود به إلى ملك الدوشيم هدية هدية له، ويرى الملك أنه ليس بحاجة لتدريب لسنوات طالما استطاع أن يقتل الأسد الكبير،
وتسترد الأميرة تأتي صحتها وتعم الأفراح، ويستأذن أمير من الملك للذهاب للبحث عن صديقيه على أن يعود بعد ذلك للزواج من تاتي، وينعم عليه الملك بالحصان النوراني توتان والسيف المميز البطار، ويحسده الوزير أمين على مكانته وخطبته للأميرة، ويتآمر عليه بإفقاده المميزات التي حصل عليها، حيث يقيد توتان في زنزانته منعزلة ويشير على طائر العرقاب بقطف سيف أمين البطار وإلقائه في وسط البحيرة. ثم يأسر أمين في قصر بعيد ويرسل للملك مدعيا عدم قصد أمين على الزواج من كاتي، ويغضب الملك فيرسل برسالة مع طائر الجنداب يأمر بقتله، ويكتشف الهدهد المؤامرة ويخبر الأمين بذلك، ويكشف الأمير أمام الملك وتعثر الأميرة على التوتان، ويتم استدراك قتل أمين في اللحظة الأخيرة، ويقتل الوزير بالسيف الذي أمر بقتل أمين به. نعم، إذا أمين نجا بطريقة بحفظ الله عز وجل، لأنه سقط في حلبة الأسود، واضح أنه الخنجر سقط منه في فم الأسد المفتوح لالتهامه، وبالتالي أطبق الأسد على الخنجر، مات الأسد، أخذ قلبه، عاد. طبعا واضح أنه الوزير مصر على الكيد لأمين، يعني يذهب معه ويلقي بسيف البطار في عمق البحيرة، ويربط حصان التوتان الذي أنعم عليه الملك به عليه، ويرسل الملك يقول له أنه أمين لا يحب الأميرة ولا يريد أن يتزوج منها. بيغضب الملك وبيصدر أمر بقتل اللي هو الأمين بناء على مكيدة الوزير. الهدهد، والهدهد تعرفون جيدا رمز الأخبار الجيدة، الأمين في قصة سليمان، ينقل الخبر للأميرة تاتي، فتعرف الحقيقة وتطارد الموضوع وتدرك الأمر قبل أن يقتل أمين في اللحظات الأخيرة، وبالتالي يعاقب الوزير بقتله بالسيف الذي أراد أن يذبح به أمين. إذن هذه كانت نهاية فصل آخر مع أمين، لكننا نعود الآن إلى عامر وهشام التمساح لنعرف ما الذي حدث معهما في النهر. تفضل. ونعود إلى عامر وهشام التمساح وقرار عامر بالمغادرة بحثا عن صديقه دون أن يعلم أن صديقه التمساح هو صديقه الحقيقي عامر، واتجه في طريقه ليصل إلى مملكة الرودام التي تقطنها كائنات تشبه البشر لكن لها ذيول. وكان عامر قد رآها مع صديقه في بداية رحلتهم من ثقب بغرفة في البيت المهجور، ويجد عامر استقبالا حافلا سببه اختيار أول قادم للتوسط بين ملكة الرودام وملك البوشال في خلاف بسيط حسب تقدير الملكة. يتمثل الخلاف في طلب ملك البوشال للعقد النادر التي تلبسه ملكة الرودام من أجل إهدائه لزوجته. وبعد استقصاء المشكلة يحث عامر ملكة الرودام على رفض الذل ويهيئ لها ظروفا أفضل للمقاومة، تتمثل في إعداد حصن كبير يحيط بمملكة الرودام، يحتوي مدخله وأسواره على حيل كثيرة لمواجهة العدوان، ويدرب أبناء المملكة على القتال. وبعد مرور 40 يوما يأتي خودر شقيق ملك البوشال مع 30 فارس للحصول على عقد الملكة، فيأسرهم عامر بعيدا عن مملكة الرودام ويعيد خودر بشكل مهين على حصانه كرسالة رفض للاستكان. إذن عامر في النهاية لا يعرف أن هذا التمساح هو صديق هشام، ويريد أن يبحث عن هشام وعن أمين، وبالتالي يقرر المغادرة. بيصل إلى مملكة الرودام، مملكة الرودام هم بشر، أقرب إلى البشر لكن لهم ذيول. ملكة الرودام يعني حتى أنها سنرى أنها تحب عامر وتقع في حبه، واقع في مشكلة كبيرة تجاه مملكة البوشال المهيمنة والقوية والفاتكة التي تفرض عليهم المهانة، والملك يطلب منها عقدها من أجل أن يهديه إلى زوجته الملكة. طبعا
كان الجميع ينتظرون أي أول قادم حتى يحاولوا أن يوسطوه بينهم وبين ملك البوشال. عامر عندما يدرك الأمر أو يعرف الحقيقة يدرك أنه لا مجال إلا المقاومة لهؤلاء الناس لأنهم قد يعني اغتروا بقوتهم، وبالتالي يشير على الملكة برفض طلباتهم وبأن يدرب الرجال وبأن يبني الحصون الكبيرة العالية حتى لا يسهل على ملك البوشال وجيشه الاقتحام هذا المكان والتعرض لهم. عندما يصل رسل اللي هو ملك البوشال وعلى رأسهم كودر 30 فارس وعلى رأسهم كودر، يخرج عامر متعمدا خارج اللي هو الحصن بعيدا ويستقبلهم ويأسر 30 فارس ويمسك بكودر ويجعله يركب على الفرس بطريقة مقلوبة فيها إهانة، ويقول للملك أبلغوا أننا لا نريد أن نستجيب كمملكة ترودام. فطبعا هذا الأمر كان بمثابة إشعال حرب أو رسالة بإشعال حرب كبيرة ورفض للذل الذي تحاول أن تفرضه مملكة البوشال على مملكة الرودام. نذهب إلى هشام التمساح، نترك هشام التمساح. نعم. أما هشام التمساح فقد حزن بفراق صديقه عادل حتى جاءه صديقه الصغير الضفدع البشري ببشرى. جاءه ببشرى استمع إليها بنفسه من كبير التماسيح الذي قرر بناء على سلوكه الطيب ربط فترة بقائه تمساحا بإمكانية صناعة تاج من الماس المصقول بدلا من بقائه لأربع سنوات. وحزن هشام لأنه يستطيع جمع الماس من النهر ولكنه لا يستطيع القيام بصقل الماس وصناعة التاج منه. ويدله الضفدع الصغير على القرد الذي يعقد معه صفقة انتهازية حيث طلب 300 قطعة ماس مقابل صناعة التاج. وقام عامر بجهد كبير لتسديد الثمن من خلال نقل الماس قطعتين، لكن القرد رفض أن يعطي التاج لهشام بعد الانتهاء من صنعه بحجة أنه تعاقد معه على صناعة التاج فقط ولم يتعاقد معه على تسليمه التاج. وحاول قتل هشام بإلقاء حجر كبير في فمه بعد أن خدعه بإمكانية تسليم التاج إن أتاه بعشرة أحجار كبار. وتداعت الضفادع لمساعدة صديقها هشام واستشاروا الضفدع الشيخ الذي استغرب لجوءه إلى القرد الذي نبذته كل الحيوانات بسوء خلقه، وحكى لهم أنه كان إنسانا لكنه خالف أمر الله له بالصيد يوم السبت فخسف قردا. وبناء على تاريخه في الجو وسوء الخلق وعدم احترام العهود لم يرى طريقة للتعامل معه إلا بالقوة. إذن هشام التمساح حكايته محزنة ومؤلمة، حزن لفراقه لصديقه عامر، لكن البشرى جاءته من الضفدع الصغير بأن إمكانية عودته إلى هيئته البشرية واردة إذا استطاع أن يصنع تاجا مصقولا لملك التماسيح. طبعا يدله على قرد يستطيع أن يصنع اللي هو التاج، ويطلب القرد منه يعني ثمنا باهظا 300 قطعة مقابل هذه الصناعة، وبالفعل يسددها بشكل متعب. طبعا يحمل في كل مرة قطعتين من الماس من قاع النهر ويعطيها للي هو القرد، لكن للأسف يرفض القرد إعطاءه التاج بعد أن يصنعه، ويقول له أنا تعاقدت معك على صنع التاج لكن لم أتعاقد معك على إعطائك التاج. وهذه طبعا مماطلة يعني تشير إلى الرمز الذي يمثله هذا القرد، وهو كما قال إنه هو من الناس الذين خالفوا يوم السبت وبالتالي خسف قردا. لما يرجعوا إلى الشيخ الضفدع الذي له خبرة في الحياة قل لهم ما الذي أوقعكم مع هذا القرد، يعني هذا أصلا سيء الخلق وهذه قصته كذا وكذا، ولا يمكن التعامل مع القرد إلا بالقوة، وبالتالي تبقى المشكلة معلقة لنعرف بعد ذلك ما الذي حدث بعد أن نتابع أمين في مسار آخر. نعم تفضل. ويلح أمين على الملك أن يعود إلى مملكته وأن يتركه ليواصل رحلته، فيلحق به الملك طائري الجنداب والعقاب، ويعتذر العقاب عن إطاعته سابقا للوزير.
ويساعد عقاب أمينة باستعادته البتار باستدعاء سبع البحر الذي طلب منه مقابل ذلك إحضار العسل الذي يستخدمه لعلاج المرضى. وذهب العقاب إلى ملكة النحل ميسى ليطلب منها مساعدة صديقه أمين، لكن ميسى بعد أيام تشكو للعقاب إعراض الزهور عن إعطاء رحيقها بسبب ظلم البشر بما فيهم أمين. وبعد استضاح ملح يكشف أمين تضامن النباتات مع تاج الزهور لأن البشر ظلموها بتسميتها باسم عباد الشمس الذي يسموها بالشر أو بالشرك، لكن أمين يدافع عن نفسه ويعترض عن اتهام تاج الزهور له وللكثير من المؤمنين الذين يعبدون الله، ويبين لها أنهم يسمون زهرة عباد الشمس بالقانتة أي المخلصة المتعبدة لله عز وجل، فتسعد قانتة بهذا اللقب وتقدم جميع الزهور رحيقها بناء على سعادة تاج الزهور قانتة. ويحصل أمين على العسل، وتأتي إحدى الشغالات لملكة النحل ميسى تطلب منها مساعدة صديقتها سارنا الذي اعتدى دابورا على مملكتها. ويحصل أمين على البتار من سبع البحر ويسير في الطريق اليمين الذي نأى به الوزير الماكر عنه، ويقابل الرقراق سيد العصافير الذي يحثه على السير من أجل إنقاذ المظلومين. إذن أمين يعني يقرر الذهاب ليبحث عن صديقيه، ينعم عليه الملك بطائري الجنداب والعرقاب. العرقاب طبعا هو الذي خطف منه سيف البطار في السابق وألقاه في قاع البحيرة، يعني يقول له لا تلومني، يعني أنا كنت مجرد عبد مأمور للوزير. ويعد بأن يساعد بالحصول على البطار، يذهب إلى سبع البحر ويقول له أخرج لنا السيف من عمق البحيرة. فقال مقابل شيء فيه خير. قال وما المقابل ذلك؟ قال أن تأتوا لي بالعسل، لأنني أنا طبيب البحيرة والنهر والبحار، فأنا أعالج اللي هو الحيوانات المختلفة بالعسل. طبعا يذهبون إلى ملكة النحل، ملكة النحل تظهر للعقاب ولأمين يعني سوء استيائها، لأنه الزهور عامل إضراب، لأنه عباد الشمس ظلمت، زهرة عباد الشمس ظلمت بهذا الاسم، فهي لا تعبد الشمس ولكنها تعبد الله. طبعا أمين يقول لها أنا لست من الذين ظلموك، أنا أسميك قانتة، وقانتة حتى في اللغة معناها الذي يعبد الله واقفا، وليس الذي يعبد الله مثلا ساجدا أو راكعا. مثلا القنوت هو الدعاء أو الصلاة والإنسان واقف قائم، هذا حتى في أصل اللغة. وهذا هو حال من؟ حال اللي هو زهرة ما يسمى بعباد الشمس أو دوار الشمس، أو كما أحب صلاح حسن أن يمنحها اسما هو قانتة. تسعد قانتة بهذا الاسم وتمنح الرحيق ويحصل العسل ويعطى لسبع البحر فيعطيه البطار، ويسير في الطريق اليمين الذي رفض الوزير سابقا أن ينطلق من خلاله. وسنتابع أمين ما الذي حدث معه في الطريق اليمين، ولكن بعد أن نذهب إلى عامر الذي عاد بأسرى البشال مكبلين. أكمل لنا. ويعود عامر بأسرى البشال مكبلين، بينما يعود تودر شقيق دابورا ملك البشال بشكل مقلوب على ظهر حصان الذي راح يعدو بسرعة، مما جعله يرتمي على جانب الحصان وتدمي الأشواق جسده في الطريق. ويتفاجأ الملك بمنظر أخيه المؤلم. وبعد فترة علاج يتكلم كودر، وينطلق الملك بجيش مجرار للقضاء على مملكة الرودام، لكنه يصدم بالحصن الكبير الملتف حولها، ويلجأ إلى الحيلة بتقديم عرض السلام، وتنخدع ملكة الرودام لضعفها بذلك، على الرغم من تحذيرات عامر الذي بين أن الراغب بالسلام لا يحضر جيشا جبارا، وأن هؤلاء لجأوا للحيلة بعد عجزهم أمام الأسوار المحصنة. لكن الملكة ترد على ملك البوشان بموافقة وترسل إليه بأسراه مكرمين، ويرسل لها عقود السلام موقعة منه فتوقع عليها، ويدعوها للاحتفال معه خارج الحصن باتفاقية الصلح، ثم ينقض عليها وعلى من معها بشكل مفاجئ،
لكن عامر الذي ظل يراقب من أعلى الأسوار ما يجري صارع مع مجموعة من الفرسان لإنقاذ الملكة، وأمر ملك البوشال بمطاردتهم قبل دخولهم إلى بوابة الحصن، فصارع مجموعة من جنوده بذلك، وكانت خيولهم أسرع من خيول الرودان، فلحقوا بهم عند المدخل الكبير. إذا نحن أمام أحداث توقعناها عندما أرسل عامر رسالته الدموية إلى ملك البوشال. جاء الملك بجيش جرار، ولما وجد الحصن الكبير الذي أعده عامر لمواجهته لجأ إلى الحيلة وعرض عرض السلام. حاول عامر أن يقنع الملكة بأن هذا ليس سليما، وأن من جاء إلى السلام لا يأتي بهذا الجيش الجرار. استجابت، لم ترد الملكة عليه، استجابت، وقعت معاهدة السلام، أرسلت له الأسرى 30 مكرمين وخرجت للاحتفال بالحصن. عامر كان قد أخذ احتياطاته لما انقض اللي هو ملك البوشال وجيشه على الملكة. أسرعت مجموعة كان قد أعدها بشكل مفاجئ وعلى رأس عامر لاختطاف الملكة من بين أيديهم. نجحوا في ذلك، لكن خيول اللي هو جيش البوشال كانت سريعة، أسرع من خيول اللي هو جنود مملكة الرودام، وبالتالي وصلت خيولهم عند مدخل الحصن الكبير. لنقف عند هذه اللحظة المتأزمة في مسار حكاية عامر. هل استطاع جنود البوشال أن يختطفوا الملكة أو يقتلوها؟ ما الذي حدث؟ سنعرف هذا طبعا بعد أن نتابع مسار هشام التمساح الذي ظل مصابا في فكه ورأسه نتيجة الحجر الكبير الذي ألقاه عليه القرد في مسار سابق. تفضل. وظل هشام التمساح مصابا في فكه ورأسه، والضفادع تتشاور في كيفية خلاصه من ظلم القرد، واقترح أحد الضفادع الاستعانة بأحد الأفيال لاقتلاع شجرة الجميز التي يقطنها القرد، لكن الضفدع الشيخ قال لهم: وما ذنب شجرة الجميز؟ إنها ضحت باحتمال أذى القرد رحمة بالأشجار الأخرى وسائر الحيوانات التي ضجت من سوء خلقه وفساده. واقترح عليهم اللجوء للتماسيح بمحاصرة القرد وإرغامه بالقوة على النزول، وسمع القرد كلامهم وراح يلقي عليهم أحجارا ثقيلة، ففروا إلى النهر ذاهبين إلى سيد التماسيح، بينما بقي الضفدع الصغير في رعاية هشام. وتفاعل سيد التماسيح مع شكوى الضفدع الشيخ وسر سرورا كبيرا بجاهزية التاج، وحاول القرد خداعه والادعاء أن هذه الضفادع لا تعرف المراسيم المطلوبة لتقديم التاج، وقال إن المراسيم تتطلب تقديم قرابين، واقترح أن تتكون القرابين من الضفدع الشيخ وهشام. لكن الضفدع الشيخ حذر سيد التماسيح من أساليب القرد بالخداع، وبين فحوى المسألة وأن المطلوب من القرد هو تسليم التاج ثم الحديث عن المراسيم وآلياتها، ورفض القرد وحصلته التماسيح، لكنه بعد أن تعبت التماسيح بحثا عنه تسلل هاربا، وفوجئ بتمساح فدائي يتصدى له، ولم يفلح القرد في خداعه، وقال له التمساح: إن أفضل قربان يقدم هو أنت. ولما قفز القرد لطمه التمساح بذيله، فقفز التاج منه، وقذف القرد الحجارة الكبيرة على التماسيح أو على التمساح الفدائي حتى مات، ولجأ إلى سيد الأفيال ليحرضه على التماسيح، مدعيا أنه صنع التاج له، فسلبه التماسيح منه، وأرسل سيد الأفيال الثورة ليتأكد من وجود تاج ولمعرفة من قام بصناعته، وعاد الثور بمعلومات مختزلة، فأمر سيد الأفيال معاونيه بجمع الفيلة من كل مكان استعدادا للحرب. مجرم هذا القرد طبعا، قرد يعني، لاحظ حجم الأذى الذي شكله اللي هو هشام، رفض إعطاؤه. عندما جاء سيد التماسيح ومعه التماسيح بدأ يحتال وقال لهم إنه هو أعده لهم، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى قرابين، والقرابين أراد أن يتخلص من هشام والشيخ الضفدع الشيخ، لأنهم هم العقل المفكر الذي يمكن أن يكشف مؤامراته، وبالتالي إذا تخلص منهم كقرابين يقدموا. لكن طبعا كانت الفكرة يعني ليست
خداعة بالنسبة للي هو التماسيح وللضفادع، قرروا محاصرته، حاصروه، لكن نتيجة التعب الشديد يبدو أنهم ناموا، فهو استغل فرصة النوم أو الغفلة وخرج من هذا الحصار. أحد اللي هو التماسيح الفدائيين لاحظوا فلطموا فأسقط منه اللي هو التاج اللي كان معه، ولكن القرد من منطقة عالية ضرب بحجر كبير على رأس هذا التمساح فقتله، فكان هذا التمساح فدائيا شهيدا للحق. كويس. وطبعا لم يتوقف القرد عن المؤامرة، ذهب إلى سيد الأفيال، وتعرفون حجم الأفيال وضخامتها، وقال أنا عملت لكم لملككم اللي هو التاج، ولكنهم يعني استكبارا منهم ورفضا أصروا على أخذه لملك التماسيح، وبالتالي يريد أن يشعل حربا بين الأفيال والتماسيح ليعاقب اللي هو التماسيح ويعاقب هشام على قراره. طبعا ملك الأفيال قال له يعني أريد أن أتأكد، فأرسل من؟ أرسل الثور. وطبعا الثور يعني حتى كلمة الثور تدل على عدم الذكاء. ذهب فالثور طبعا وصل يعني سأل عن معلومات بسيطة، هل هناك شيء اسمه تاج صنع؟ صنع. مين اللي صنعه؟ القرد. خلاص اكتفى بهذه المعلومات ولم يعرف باقي الحكاية، وذهب إلى ملك الأفيال. ملك الأفيال بالتالي وفق المخطط الذي خططه القرد غضب وأمر بجمع الفيلة من كل مكان استعدادا لحرب شعواء على اللي هو مملكة التماسيح. طبعا الآن نحن سنذهب إلى عامر ونتابع مسار عامر عندما نترك اللي هو هشام. تفضل. وكاد الجنود البشار أن يقضوا على الملكة، لكن بوابة الحصن نزلت لتسحق أحد الجنود وتمنعهم من الوصول إلى الملكة، فحاولوا رفع البوابة دون جدوى، وتجمع عدد كبير منهم، ففاجأهم عامر بانهمار الحجارة الثقيلة والحراب، مما أحدث فيهم مقتلة عظيمة. وملك البوشار يدور حول الحصن دون فائدة، وجاءت خديعة عامر التالية لهم مفاجئة، حيث نادى فيهم مناد من الرودام: نحن لا قبل لنا بكم ونريد السلام معكم على أن تعطونا العهد بأنكم لن تقتلونا. فأجاب منادي الملك: أعطيناكم العهد والأمان. ففتح الباب ودفع الجنود إليه، لكنه أغلق ثانية بعد امتلاء الممر الداخلي، وسحبت من تحت أقدامهم القطع الخشبية ليغرقوا في بحيرة كبيرة أعدت لهم، وانهمرت الرماح والحجارة الثقيلة على الجموع المندفعة على باب الحصن من الخارج. ثم جمعت جثث الجنود والخيول وألقيت من فوق السور لتشكل كتلة ضخمة، وأشعلت بها النار حتى لا يحدث تحللها تسمما. وتلك كانت خدعة كبيرة مقابل خدعة ملك البوشال السابقة. ثم جاءت الخدعة الثالثة التي تسلل بها عامر مع مجموعته الفدائية إلى وسط جنود البوشال ليلا وقاتلهم وانسحب. فمكث البوشال ليلا يقتل بعضهم بعضا من دون أن يعرفوا ذلك. ثم انسحب البوشال إلى مملكتهم، لكن عامر أرسل يشاجلهم بمجموعة من الفرسان. أكمل. تظهر لهم مجموعة من الفرسان أرسلها تظهر لهم ضعفا. حتى عادوا ثانية إلى أسوار الرودام طمعا في نصر موهوب، حتى جاء رسول لملك البوشال يخبره أن الرودام هاجموا دياره وأسروا الملكة وشقيقه وجمعا كبيرا، ونهبوا الديار وحرقوها. فتحرك الملك عائدا لدياره ثانية، بينما دخل جنود الرودام إلى الحصن بعد أن أفسح لهم المجال، ومعهم أسراه من البوشال. وبعد أن استفاقت ملكة الرودام أخبرها عامر أنه حقق لها ما تريد، وأن قومها أصبحوا قوما مقاتلين لا تلين لهم قناة، وطلب منهم السماح له بمواصلة رحلته، لكنها حاولت أن تمنعه من الرحيل دون جدوى، سواء بإعلان حبها له أو عدم قدرتها الاستغناء عنه، لكنها سلمت أمرها لله وأعطته خاتمها كتذكار. وانطلق عامر بحصانه واستراح بعد مسافة طويلة، ليفاجأ بعد يقظته بجنود البوشار قد أحاطوا به من كل مكان. إذن المعركة عنيفة
جنود البوشال أوشكوا أن يقبضوا على الملكة لكن لم يقبضوا عليها. الخدعة الأولى أنه بمجرد أن دخلت الملكة أنزلت الحجارة الثقيلة على الجنود والأشياء الثقيلة فقتلت منهم جزءا عظيما، ثم بعد ذلك يعني خدعوهم فقالوا نحن نريد السلام لا قبل لنا بكم، فتحوا الباب وكان هناك ممر ضخم جدا تحتيه طبعا بحيرة من الماء سحبت من تحت أقدام الجيش بعد أن أغلقت الأبواب من جديد، غرقوا في الماء وقتلوا قتلا بشعا. أيضا ألقيت الحجارة الثقيلة مرة أخرى على الناس اللي في الخارج، وبالتالي كومة كبيرة من الجثث، جثث مملكة البوشال وجيش البوشال، ألقيت من فوق السور وأشعلت بها النار، فكانت الهزيمة الكبيرة المنكرة. على الرغم من ذلك خدعة أخرى، عندما دخل اللي هو عامر وسطهم مع مجموعة في الليل يقاتلهم ولا يعلمون وانسحب، وبالتالي صاروا يقاتلون في أنفسهم وهم يظنون أنهم يقاتلون عامر وجيشه، فهذا أمر أيضا أحدث مقتلة كبيرة. عندما انسحبوا وقرروا الانسحاب أيضا أرسل إليهم عامر مجموعة ظلت تشغلهم، مرت بين حالها أنها ضعيفة وترجع فيلحقون بها، وكأنه يكسب وقتا. هذا الوقت كان هو عبارة عن إرسال مجموعات من الجيش كبيرة إلى مملكة البوشال في أماكنها، وهناك تم خطف الملكة وخطف اللي هو شقيق كودر وقتل ناس كثير وحرق البلد وتدمير حصنها طبعا، لأنه الأشياء يعني البادي أظلم في النهاية، السن بالسن والعين بالعين والبادي أظلم، فهم حاربوا الملكة. وصل الخبر لملك اللي هو البوشال فأسقط في يده وشعر بأن الأمر يعني لا يستطيع له أي مقاومة. طبعا عامر بعد أن استقر الأمر بعد هذه الحرب في المملكة قرر أن يذهب ليبحث عن صديقي، حاولت الملكة أن تستبقيه، أظهرت له حبها لكنه لم يستجب لها، وقال انه هو ما يعني مطلوب منه ان يبحث عن صديقيه حتى يغادروا هذا المكان الى قريتهم التي جاءوا منها. طبعا عندما يسأل البعض هل عامر وصل الى هذا النضج، نقول انه الزمن يمر بشكل سريع الان، يعني ليس بالضرورة ان يكون عامر هو طفل وامين طفل، مرت تمر في هذه الاحداث التي نتحدث عنها سنوات طوال، وبالتالي هذا جزء من عمر هؤلاء الفتية، فهم يصلون الى نضج والى ذكاء والى قدرة مقاومة أكبر مما كانوا عليه وهم فتية صغار. طبعا يعني الأمور تبقى معلقة، نحن كنا أمام أمين الذي توقفت الحكاية عنده وهو يتجه من أجل مناصرة المظلومين، هشام التمساح وقد حدثت استعداد لمعركة كبيرة حرب عليها القرد من قبل الأفيال على التماسيح. طبعا صاحبنا عامر بعد أن أنقذ مملكة الرودام وهيئ لها ما أراد وخرج، للأسف كما رأينا انطلق عامر بحصانه، استراح بعد مسافة طويلة وهو نائم، فوجئ بعد يقظته بجنود البوشال العمل فيهم كل الأعمال السابقة وقد حاطوا به من كل مكان، وبالتالي الأمور وصلت إلى يعني مواقف درامية حادة عند أمين وعند هشام وعند عامر، وهذا ما سنكمله في المحاضرة القادمة إن شاء الله، استكمالا لهذه الرواية واستكمالا أيضا لتحليلها الفني ورؤية ما فيها من فكر ومن جماليات فنية. السلام عليكم.